استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم سعادة السفيرة سيسي لونجي سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة. خلال اللقاء أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للجمهورية الفرنسية الصديقة على مشاركتها المهمة في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة، والذي يعكس ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة. ومشيدا جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات العريقة وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور في كافة المسارات والمجالات مما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. أعرب جلالته عن تقديره لفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية لما يوليه من حرص واهتمام على تطوير العلاقات وروابط الصداقة مع مملكة البحرين، منوها بالدور الفاعل للجمهورية الفرنسية وإسهاماتها مع المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. من جانبها عبرت سعادة السفيرة الفرنسية عن الشكر والتقدير لصاحب الجلالة على جهود جلالته في تطوير العلاقات البحرينية الفرنسية في مختلف المجالات.